بالسنوات الماضية كنا نقدم قالب بقلاوة محشي بتشيز كيك بنكهات عربية. هيدي السنة رح نغيره، رح نحشيله قلبه بالمهلبية وعلى وجهه رح نحط له القشطة، منه بتكون أخف على الجيبة وحتى كمان أخف على المعدة. قالب قشطلية بالبقلاوة رح تجهزوه وتزينوا فيه صفاركن وتشوفوا حالكن فيه قدام أهلكن وضيوفكن، نكهات متناغمة وكل لقمة فيها كذا قوام وكذا تكشر. رح نحول المهلبية ومكوناتها البسيطة لطبق فاخر على الآخر. تعالوا نحضره سوا. بدنا نبلش أول شيء ونجهز لطبقة البقلاوة أو قالب البقلاوة. عنا شوي من السمنة، شيء 4-5 ملاعق كبار، بدنا ندوبهم ونضيف عليهم شوي من المي زهر وشوي من المي ورد. بهذه الطريقة حتى البقلاوة تبعنا مننكهه بالنكهات العربية. نرجع نستخدم عجينة البقلاوة واللي هي اسمها عجينة الكلاش أو عجينة الجلاش أو حتى بسموها الفيلو بيستري، أي نوعية أنتم بترتاحوا تستخدموها، أنا هذه النوعية المفضلة عندي. رح ناخد تقريبا 10 ورقات، 10 طبقات مش أكتر، ما بدنا نسمك أكتر، والكمية الباقية من العجين ما رح نكبها، رح نخليها ورح أعمل فيها وصفة كمان كتير طيبة ببقى بنزلكن إياها بعدين. عنا قالب التشيز كيك لقياسه 24 سنتي، بدنا ندهنه أول شيء من تحت بالسمنة اللي نكهناها بالمي زهر والمي وارد. نرجع ناخد ورقتين من هيدي عجينة الكلاج ومنفردها ومنوزعها بقلب الصحن، وبين كل طبقتين نرجع ندهن شوي من السمنة ونرجع منفرد لحد ما نغطي كل سطح القالب تبع التشيز كيك وحتى كمان منمد على الأطراف. بس مثل ما قلت لكم ماكسيموم 10 ورقات واللي هن بيكونوا رح نعمل 5 طبقات يعني، بنوزعهم بشكل انه نغطي كل سطح قالب التشيز كيك. ونرجع بنحط بقلبه شي صحن او شي قالب مثلا يكون اصغر منه، انا رجعت شلت هذا الصحن وحطيت قالب اصغر منه حتى ما تتحرك ورقه الكلاج او ورقه البقلاوه وتضل اخذ الشكل الحلو، ورح نفوته على فرن حامي من فوق ومن تحت وبنشويه حتى ياخذ لون الذهب الحلو، بياخذ له شي 10 دقائق ربع ساعه ماكسيموم. وبهذا الوقت رح نحضر لا طبقه المهلبيه واللي مكوناتها بسيطه وكلياتها بنعرفهم، لتر من الحليب السائل او فيكم تستخدموا الحليب البودره بدوبوب المي طبعا، رح اضيف عليه علبه من القشطه او من الجامر بتعطيها دسم اطيب، فيكم ما تحطوا اذا ما عندكم، شي نص كباية إلى كباية من السكر حسب قديش تكون هي تكون حلوة بس ما كتير تكتروا السكر، 4 ملاعق كبار من الطحين و4 ملاعق كبار من النشا، منكتر طحين ونشا حتى تكمش على حالها أكتر، وهذا الطحين والنشا ما بيكفي، رح نرجع نضيف كمان مكون تاني نحن وعم نغليها للمهلبية هلا بنشوفه سوا. بنخلط وبندوب كل هالمكونات مع بعضهم كتير منيح، ومن بعدها بدنا ناخذهم على الغاز على نار متوسطة ونضلنا عم نقلبهم ونحركهم حتى يبلش هذا الخليط يغلي عنا ويبلش بده يشتد عنا. بس نحس انه الخليط بلش بده يشتد رح نرجع نضيف عليهم هلا معلقه صغيره من الجيلاتين او ظرف من الجيلاتين، بنذوبه بشوي من المي شي ربع كبايه، لان احنا بالنهايه هذا الطبق ما رح ناكله بالمعلقه مثل المهلبيه العاديه، لا بدنا نقصه كانه عم نقص قالب كيك او حتى قالب تشيز كيك، فبدنا يكون كتير ماسك على حاله، فلازم نحط مع الطحين والنشا نحط الجيلاتين حتى نتاكد انه هذا القالب يمسك على حاله وما يصير عندنا مشاكل ويفرط او يهبط نحن عم نقصه. وبس يشتد عنا الخليط رح نحط عليه شوي من المسك المطحونة، شوي من المي زهر وشوي من المي ورد، ورح نقلبهم كلهم سوا كتير منيح وبتكون طبقة المهلبية صارت جاهزة عنا. وهذا قالب البقلاوة طلعته من الفرن، شوفوا منظره ما أحلى، بس ما بعرف هالمشهد وين اختفى. رحت حطيت له طبقة من الفستق الحلبي المبروش أو المطحون، خلطته مع شوي من القطر السميك حتى يمسك على حاله، ووزعته تحت بالقاعدة. من بعدين هاي المهلبية اللي صارت مطبوخة شوفوا ما أحلى، هي أوريدي هلا جامدة وسميكة لأنه كترنا النشا والطحين، منوزعها بقلب القالب خبطتين ثلاثة وعلى البراد لحتى تبرد. بتقدروا تخلوها أقل شي 4 ساعات حتى تمسك على حالها مزبوط، وفيكم تتركوها أكتر، أنا تركتها لليلة كاملة بيكون أفضل شي إذا كان معكم وقت. وقبل ما بدنا نقدم هذا الطبق بدنا نحضر لآخر طبقة واللي هي الكنافة المكسرة أو الكنافة الشعر، عجينة الشعر. ناخد كمية بسيطة ما بنكتر كتير، وجربوا هيك قصوها بالمقص بتسهلوا عليكم. طبعا بنحط لها شوية سمنة، وهون كمان حطيت شوية مي زهر وشوية مي ورد، أنا بدي بكل لقمة بتاكلوها تحسوا بطعمة المي زهر والمي ورد. وبناخذها على الغاز على نار متوسطة وبنضل عم نقلبها لحتى تتحمص وياخذ هذا اللون الذهبي وهذا اللون الأشقر الحلو. هذا القالب تبعنا الحلو أنا تركته لتين نهار ما قلت لكم، أنتوا تركوه مينيموم 4 ساعات، شوفوا كيف بكل سهولة بنفكه من القالب، وبيطلع قالب التحتاني كمان بكل سهولة بنحطه على صحن التقديم تبعنا. بنرجع بنوزع على وجهه الكنافة اللي حمصناها أو الشعر اللي حمصناها، وآخر شي طبعا المهلبية ما بصير اسمها قشطلية إلا حطينا لها على وجهها القشطة العربية، وهذا بديل القشطة العربية اللي وصفته موجودة عندي أوريدي على الصفحة، رجعوا شوي لورا بتلاقوه، ولزيني شوية فستق حلبة وشوفوا لي هالمنظر ما أحلاه. بتتقطع معكم بكل سهولة لأنه طبقات عجينة البقلاوة مش كتير سميكة، وبنفس الوقت من جوا القشطلية أو المهلبية جامدة على حالها مزبوط. شوفوا تناغم الألوان ما أحلاه بين الفستق الحلبي من تحت ومن فوق وأبيض وأخضر، عن جد ألوان رائعة، وياريت فيكم تشموا الريحة بس، وياريت فيني أوصف لكم الطعم وتحسوا فيها. طبعا أكيد بدنا نحط له على وجهه القطر أو الشيرة قبل ما نقدمه.
فهذا الطبق لازم تجربوه ولازم تحضروه وتعطوني رأيكم فيه وتبعطولي الصور، ولازم كمان تشوفوا حالكم فيه وتتباهوا قدام ضيوفكم على صفاركم لأنه عن جد ببيض الوجه. وبس هيدي هي كانت وصفتنا لليوم. هذا الطبق بده شوية شغل أكتر من غيره حتى يكون جاهز، بس مكوناته مش هالقد صعبة ومش هالقد معقدة. بتمنى أنه يكون نال إعجابكم وتجربوه، ويعطيكم ألف عافية، وصيام مقبول وإفطار شهي للجميع.